إخواني أخواتي الناجحين والناجحات في امتحانات البكالوريا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أهنئكم على هذا التتويج، وأقول لكم مبروك عليكم هذا النجاح، وأتمنى لكم مسيرة موفقة بإذن الله عز وجل. بطبيعة الحال لمن اعتمد على نفسه وتوكل على ربه جل في علاه، أما من استعمل وسائل الغش فعذرا لا نهنئه ولا نبارك له. خلال هذا المقطع سأتحدث عن ماذا بعد الحصول على شهادة البكالوريا. بعدما زف لك خبر النجاح في امتحانات البكالوريا، ما الذي يستوجب عليك فعله؟ أول شيء أخي الناجح، أختي الناجحة، عليك أن تتوضأ وتصلي لله ركعتين، وعليك أن تتوضئي وتصلي لله ركعتين شكرا لله عز وجل. يقول سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أول شيء نقوم به هو شكر الله جل في علاه الذي وفقنا لهذا النجاح، حتى يبارك الله عز وجل لنا ويوفقنا لتحقيق ما هو أجمل وأرقى بإذن المولى، حتى نحصل إن شاء الله تعالى على شهادات أسمى وأعلى درجة. بعد شكر الله عز وجل أيضا يجب أن نشكر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كل من وقف بجانبك لتحقيق هذا النجاح وجب عليك شكره، سواء أفراد الأسرة والعائلة، أو الأساتذة، أو الأصدقاء والأحبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أقول لكم افرحوا واسعدوا بتحقيقكم لهذا النجاح، ولا تنتظر من أحد أن يحتفل بك، بل احتفل بنفسك، احتفل بنفسك بنفسك. إذا احتفل بك أفراد الأسرة أو الأصدقاء فهذا شيء جميل، لكن لا تنتظر ذلك منهم، احتفل بنفسك وحسب قدرتك واستطاعتك، وأن تشتري ولو قطعة حلوى وعصيرا أو مشروبا، وتجلس في مكان جميل لوحدك إذا كنت من عشاق الوحدة، أو رفقة زملائك الذين تحب أن تشاطرهم فرحتك، فتفرح وتسعد بنفسك لتحقيق هذا النجاح، فهذا شيء جميل. الإنسان فليفرح وليسعد، لكن بطبيعة الحال في حدود الشريعة الإسلامية، حتى يبارك الله عز وجل له، فلا يشرب خمور ولا تكون هناك موبقات ولا غيرها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي أن تحدد مسارك الدراسي، أن تحدد الاختيار الذي تريده والشعبة والمسلك الذي تريده، وهذا أمر في غاية الأهمية. فكم من شخص لم ينجح ولم يتفوق بسبب سوء اختياره للمسلك والشعبة. أقول وبالله التوفيق، اختيار الشعبة والمسلك تتداخل في مجموعة من الأمور، أهمها أولا أن تحدد هدفك. هل تريد فقط أن تتعلم وتتفقه وتثقف، أو تريد الحصول على الشهادة من أجل وظيفة؟ ثم تحدد نوع الوظيفة التي تريدها، لأن كل وظيفة لها مسار دراسي معين ولها مسلك وشعبة وجب اختياره. كذلك لا تعتمد على هذا فقط، بل تحدث مع نفسك وانظر إلى شعورك وميولك ورغبتك، فلا تختار شعبة أنت لا تريدها ولا تحبها وليست لك رغبة في دراستها، فبطبيعة الحال ستفشل فيها، بل اختار شعبة لك ميول لدراستها ولك رغبة في تعلمها ومعرفة جزئياتها، فإن شاء الله ستتوفق وتتفوق إن اخترت الشعبة التي تريدها ولك ميول تجاهها. أخذا بعين الاعتبار سوق الشغل، إذا كنت تريد الحصول على وظيفة كذلك، فلا تختار فقط شعبة أنت تحبها ولكن يعني لا آفاق لها. الحمد لله لقد قمت السنة الماضية بالحديث عن جل الشعب والمسالك الجامعية، سأترك لكم روابطها في علبة الوصف،
كل شعبة تحدثت عن أهدافها وعن آفاقها وعن كل ما وجب معرفته بخصوص تلك الشعبة. أتمنى أن يعني تجدوا أجوبتكم في هذه المقاطع إن شاء الله تعالى، والله عز وجل أسأل لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.